ازيكم يا جماعة، يا رب تكونوا بألف خير. وهنتكلم في فيديو النهاردة عن ازاي بنربي الفراخ الهندي وايه العمر المناسب لو احنا هنشتري فراخ هندي. تمام، بس قبل ما ندخل في موضوع النهاردة، ياريت لو انت بتشوفني لأول مرة اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من عندي، ولو عجبك الفيديو اعمل لي لايك، ولو عندك اي سؤال سيبولي تحت في التعليقات. ونبدأ موضوعنا يا جماعة، ازاي احنا بنربي الفراخ الهندي. اول حاجة، احنا بنربي الفراخ الهندي بنجيبهم مثلا عمر شهر. هو لو عايز تجيب فراخ مضمونة وما تموتش منك تجيبها عمر شهر، لكن هتجيب كتاكيت يعني ممكن نصهم يموت والنص التاني هو اللي يعيش. هو أسعار الهندي يا جماعة، الكتاكيت بتبدأ من 25 جنيه كتكوت، ولو هتجيبهم عمر شهر الواحد هيكون عامل 80 جنيه أو حتى 100 جنيه. تمام، طب احنا ازاي بنربي الهندي؟ احنا بنربي الهندي زي الفراخ، زي الفراخ البلدي او الفراخ الفيومي او غيره، زيها زي اي فراخ. تمام، بنستقبلهم على العلف 23 بروتين. تمام، وبعد كده بنغير العلف، بنجيب علف وسط، هما عندهم شهر بس، انا هما دول دلوقتي عندهم 4 شهور. انا باكلهم ايه؟ انا باكلهم علف وسط على تشيشة، يعني مثلا بجيب 5 كيلو على وسط وبحط عليه 2 كيلو تشيش، برضو بتبقى وسط. تمام، ما بتربوا زيهم زي اي فراخ. وطبعا العلف والدشيشة جنبهم جنب الاكل اللي هو بتاع البيت، اللي هي بتبقى بواقي البيت بتاعتنا بنحطها لهم، بس طبعا العلف لازم يكون قدامهم باستمرار، حتى برضو بعد ما الفرخة تبيض وترقد لازم برضو العلف يكون موجود. طبعا اللي انتوا شايفينهم في الفيديو دولت ديكين وفرخه. تمام، هو انا هفضل ان انا هسيب الديك الاحمر بس لسه برضو ما يكبروا شويه ويشدوا حيلهم عشان اعرف انهي ديك اللي هيكون احسن فيهم ان انا اسيبه. طبعا ده مش هيبان غير هو عمر 7 شهور. احنا بنعزل، هعزل الديكين على عمر ال5 شهور، هعزل كل ديك في حته لوحده. تمام، وعلى سن ال7 شهور هفرز الديكين على بعض. يعني ايه؟ يعني هخلي الديكين يضربوا بعض واشوف اني فيهم اللي هيقف اكتر، واني اللي هيضرب اكتر، واني اللي هيستحمل، واني اللي مش هيجري. طبعا اللي هيجري ايا كان بقى واني ديك فيهم دوت انا هبيعه وهجيب مكانه فرخة او 2، وكده هيكون عندي مثلا ديك و3 فراخ دولت. يعني العدد ده مناسب جدا لو انت هتربي فراخ هندي، يعني يستحسن يكون ديك وفرختين بحيث ان انت هتقدر تهتم بيهم ومش هيكونوا الفراخ كتير على الديك، لان طبعا الفراخ دي بتبقى طويلة فالديك بيكسرهم، فيستحسن يعني يكون ديك و3 فرخات. تمام، وزي ما قلت لكم زيهم زي الفراخ البلدي، بتربوا عادي زيهم زي دول زي دول، بس ما ينفعش يكون موجود اكتر من ديك، هو ديك واحد بس. حتى لو انت مثلا بتربي في وسط بلدي وجايب مثلا ديك وفرخة وحطيتهم في وسط البلدي، الديك دوت هيموت لك الديوك البلدي كلها، فاحنا الهندي لازم يتربى لوحده. تمام، او مثلا ممكن تسيب الديك الهندي مع الفرخه الهندي بتاعته او ايا كان مكان فرخه مع الفراخ البلدي، بس يكونوا كلهم فراخ ما يكونش فيهم ديوك خالص، لان لو في اي ديك تاني غيره الديك ده هيموته، ولو في ديك هندي تاني غيره هيفضلوا يضربوا ببعض لحد ما واحد فيهم يموت. تمام، فهو ده العيب الوحيد اللي موجود في الهندي، ان هما دايما زي ما احنا عارفين ان هما ديوك اصلا بتستعمل في الضرب وكده، بس انا ما برجحش كده بصراحة يا جماعة، لان دي ارواح وما ينفعش ان احنا نعذبها، بس في ناس كتير قوي بتستعملها في الضرب. تمام، يعني ممكن اصلا في ديك هندي ممكن بسبب ان هو مثلا بيبقى قوي في الضرب وان هو ما بيجريش وممكن يموت اكتر من ديك قدامه، ممكن يوصل سعره ل1000 و1000 وي. تمام، طيب الديوك يا جماعه لو احنا جايين عايزين نشتريها شغالين او كده، هي والفراخ، الفرخه بتعمل لها حوالي 150 جنيه تمام لحد 300 جنيه او 400 جنيه طبعا على حسب مستوى الفرخه، والديك بيبدا سعره من 250 طبعا لحد ممكن يعدي ال 1000 جنيه. تمام، فهي دي بتبقى اسعار الهندي، بتبقى اسعارها غاليه شويه، بس الهندي الميزه الوحيده اللي فيه ان الفرخه اول ما بتبيض بتبيض من 8 ل 13 بيضه وممكن اكتر، وتقوم رايحه راقده عليهم لحد ما تطلعهم. تمام، فاحنا بنسيب الكتاكيت تحت منها لحد لما الكتاكيت تشد حيلها شويه، لان الفرخه برضو مش هتبقى زي الحضان، هي اللي بتقدر تحافظ عليهم وبتقدر انها تحميهم، وفي نفس الوقت ما بيموتش منك اي حاجه. وبس يا جماعه، هو ده كان فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لي لايك، ولو عندك اي سؤال سيبولي تحت في التعليقات، وان شاء الله هرد على كل اسئلتكم.